الناس اللي بتتكلم على كلمه مشروع، ما احنا كل شويه يجي لنا مصطلح كده، بس والله المصطلحات دي بتسري المجال الكروي. يقول لك راجل صاحب مشروع. اشعر ان النادي الاهلي لديه مشروع، وانا موسيماني لديه مشروع، والمدرب الشيكي اللي عايزين نبتدي نحفظ اسمه لديه مشروع. اذا هذه المشاريع قد تتلاقى وتوصلنا الى ما نتمناه منذ مده يعني. طيب توحيد الناحيه الفنيه. ان تحت يلعب بنفس السيستم، الهارموني يمشي نفسه، انك من اللعيب ما يطلعش لكش غريب. بالذات لانك فنية. انت دلوقتي بقى لك شخصيه معينه في الكوره، غريب فنيا، بقيت بتلعب بشكل معين، ملاحظه ليك استراتيجيه لعب. ان برضه طريقه الاعداد البدني تحت مش زي فوق، هو بيطلع مره واحده تعرض لجرعات واحتكاك قوي جدا قد يكون سبب في الاصابات. فانت لما تبتدي من دلوقتي تتدارك هذه الامور وتعودوا على الاحمال دي بالتغذيه والاحمال، وفي اخصائيين تغذيه واخصائيين تربويين في نهضه كرويه كما ينبغي ان تكون. النادي الاهلي اللعيبه خضعت لمسحه جديده لرابيد تيست استعدادا لمواجهه الطلائع، الفريق خضع لهذا الفحص ضمن البروتوكول الطبي للاطمئنان على الحاله الصحيه، ان شاء الله الكل يكون في اسلم وافضل حاله. كيفن جونسون زي ما قلت لكم المدرب العام للاهلي خاض فقره معينه للتدريبات التخصصيه مع بعض اللعيبه، فقره خاصه بالشوتينج او التصويبات من زوايا ومواضع مختلفه جدا لتنميه مهارات بعض اللاعبين، باعتبار انه مهاره الشوتينج او التسديد واحده من المهارات المهمه لحسم مباريات كتيره ممكن الفريق يواجهها. الفتره بقى لما يتاجل هذا او تاجيل المباراه النهائيه حتى الان على الاقل لما بعد يوم 6، يعني مؤكد مش هيتلعب النهائي دوري الابطال يوم 6 حسب ما بيتسرب او يترشح، انه الزمالك والرجاء هيبقى يوم 3 او 4 نوفمبر، والنهائي الاهلي مع الفائز منهم هيكون يوم 27. طب لغايه 27 الاهلي هيستفيد من هذا التاجيل؟ بنسبه كبيره لا، لانه المصابين اللي موجودين في الاهلي ومحتمل عودتهم تقريبا هذا التاجيل يرجع لك رامي ربيعه، وان كان رامي بعد يومين هيدخل كوره. فكان هيبقى متاح في مباراه الفاينل لو كان النهائي هيكون يوم 6، لكنه طبعا مزيد من التشافي ومزيد من الجاهزيه لرامي ربيعه. علي معلول، قفشه برضو دخل كوره، الشناوي حالته كويسه، كل العناصر الاساسيه اللي عندك متاحين بشكل جيد، فمش هيبقى فيه إضافة كتيرة نتيجة هذا التأجيل. علي معلول أيضا بيواصل برنامجه التأهيلي، والصحف المغربية تتحدث عن بالنسبة للحكام أنه في ترشيحات بكاري جسام الحكم الجنبي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي. طيب الأهلي قال لك لو الأهلي صعد معاه الزمالك يعني بقى نهائي مصري خالص، رضوان جيد الحكم المغربي إذا كان النهائي مصري، إذا كان النهائي الأهلي مع الرجاء هيبقى فيه حكم غير رضوان جيد الحكم المغربي. وطبعا واضح إن الحديث كان مبكر جدا على هذا التأجيل، و الأهلي من خلاله بيواصل استعداده يا باشمهندس لمباراة طلائع الجيش أيا كان الكلام عن أفريقيا. اللي جاية وهي مباراة يعني هيتم تتويجه فيها، ودي أهميتها. وأعتقد إن في يعني كلام موسيماني اللي بدأ يتواتر يعجبك يا جماعة، يعني ممكن نريح عناصر عندنا ونبتدي نلعب المباراة دي وإحنا في ذهننا إنها مباراة احتفالية، لكن أهم احتفال إنك ما تخسرش. طيب فأنت احنا هتاخد المباراة بجديتها. إحنا هنا فرحانين بموسيماني، لكن في جنوب أفريقيا في بلده زعلانين منه ليه؟ بعد الفاصل.